السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيه. اليوم كنت خدامه في هاد الجلابيه هادي وقلت نصور معاكم هاد لو موديل هذا، واخا هو راه مصور ديجا عند اخوات اخرين. ومهم كنت خدامه فيه، عجبني، كنت نصور التقنيه باش خدمته. المهم كيف ما كتشوفوا هادوك المستطيلات اللي تما، يرى فيهم 1.5 على 4 سنتيم. وكيف ما كتشوفوا كنبداو نخدموا الغرزه الفرنسيه ديالنا بهذه الطريقه هذه، كنطلعوا مع الخط ديال الرشمه اللي من جهه التوب. هنا قربت لكم باش تشوفوا، كنشد الخيط كنلويه على 3 ديال المرات على ليبرا، وكنبقى شاده باليد ديالي اليسرى، يعني كندخل ليبرا ديالي في هذوك 3 ديال اللويات، وكنبقى شاده حتى الاخر، يعني حتى الاخر فاش كنجر ليبرا ديالي. هنا زربت شويه لا فيديو، يعني راه الطريقه واضحه. صافي كنبقى غدا هكا حتى كنسالي داك الخط، وابخي غادي نرجع عاوتاني بخط طولي، يعني غادي نمشي مع الطول نيشان، والغرز يكونوا وحده حدا وحده هكا باش يبقاو يبانوا هكا متصافين وتبان الطرزه نقيه، ماشي بحال الا درنا سميتو الا درنا غير هكا الجناب كاملين غادي ندوزو فيهم الغرزه الفرنسيه، عاد نبقاو نعمروا لداخل عشوائيا، ما غاديش تجي صراحه زوينه. هاد الطريقه هادي حسن. المهم نتمنى تعجبكم. صافي غادي نبقى غدا على هاد الطريقه هادي هكا حتى نكمل هذاك الخط الثاني ابخي الثالث. المهم هزت ليا 6 ديال السطوره. المهم هذاك 1.5 على 4، ديك العرض ديال 1.5 هز ليا 6 ديال السطوره ديال سميتو ديال الغرزه الفرنسيه. هنا كيف ما كتشوفوا الطريقه باش غادي نخدم سميتو الخيط اللور، وكيف ما وريتكم دابا داك التوب اللي تيكون تتكون مولات الراندا هكا قلبه باش دير الطوق ديالها. انا كنشد الطول داخل ما كنخدمش عليه باش من حيت التوب مليفه، وسميتو الا خدمت على جوج طبقات ديال التوب ما غاديش نخدم مزيان. وهنا كنوريكم بان هذاك راه ماشي ستيلو، هذاك راه قلم حراري، ويعني كيتحيد بالمصلوح، يعني كيتحيد بالحراره، اي حاجه سخونه حطيتيها عليه راه غادي يتحيد هذاك القلم، ما غاديش يبقى يبان. هنا غير تنوريكم كيفاش غندير باش نحيدو، هانتوما واخا كيبان لكم داك التستار وداك الشيء في الرشمه راه غادي يتحيد كلشي ان شاء الله في الاخر، ولكن في الاخر ما كندوش المصلوح من فوق الطرزه، كنقلب التوب وكندوز المصلوح من الظهر ديال التوب. صافي كتقلبي التوب كتلقاي كاع داك القلم الحراري، ما بقات حتى نقطه كتبان فيه. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.